مرحبا، كيفكم؟ اليوم راح نكمل التخطيط اللي عملناه لشهر سبتمبر. في عندي إعلان صغير قبل ما نبلش، وهو إني هذا الشهر ما راح أنزل فيديوهات كتير لأني مشغولة. طيب، هلأ راح أفرجيكم التطبيقات اللي وصلتني منكم من الفيديو السابق. أول تطبيق وصلني من دعاء، ودعاء أبدعت كالعادة. الرسم ممتاز وخطها حلو واختيار الألوان كتير موفق. تاني تطبيق وصلني من عائشة، وتطبيقها كتير كيوت والغيوم كتير ظابطين وحلوين. حبيت المود تراكر وفكرة الصور اللي ضافتها عليها، كتير حلو ولطيف. هلأ خلينا نبلش التخطيط الأسبوعي لشهر سبتمبر. نبلش من الأسبوع الأول المكون من 5 أيام. باللون المشمشي رسمت هامش كبير على طول الصفحتين وكتبت فيه الأيام. كل صفحة رح يكون فيها 3 أعمدة، وأول عمود رح يكون to do list. فوق كل عمود كتبت التاريخ من 1 لـ5. وزعت نجوم حوالين الصفحة باللون الأصفر، وبعدين رسمت الغيوم زي اللي عملناها في الكفر بيج. هاي الصفحة رسمتها بيوم مختلف عن باقي الصفحات اللي جاي، لأني كنت مستعجلة عليها كتير وكنت متأخرة بالتخطيط. فراح تلاحظوا اختلاف بالخلفية لما ننتقل للصفحات الجاي. رسمت غيوم فوق وتحت، بعدين لونتهم بدرجتين من الأزرق، واحدة فاتحة وواحدة غامقة. اليوم الثاني كملت تخطيط الأسبوع اللي بعديه. بالأسبوع هاد رح أرسم 4 غيوم في كل صفحة، كل غيمة بتمثل يوم من الأسبوع، ورح يكون عندي كمان to do list أسبوعي. رسمت الغيوم زي ما رسمتها في صفحة الهابت تراكر، بس غيرت شوية بأشكال الوجه بين كل غيمة وغيمة. بالنسبة للقلم اللي بستعمله فهو قلم بيجما مايكرون 0.5. بعديها رح ألون الغيوم باللونين الأزرق الفاتح والغامق. وآخر شي رسمت خدود باللون المشمشي. رسمت نجوم حوالين الصفحة باللون الأصفر. هلأ عم برسم هوامش باللون الأصفر والمشمشي والأزرق. وفوق كل هامش كتبت يوم الأسبوع بقلم البيجما مايكرون 0.5. وهيك خلصنا تخطيط تاني أسبوع. بالنسبة للأسبوع الثالث رح أقسم كل صفحة كمان مرة لـ4 أيام. رسمت قوس مطر باللون المشمشي والأصفر والأزرق. قبل ما ترسموا الأقواس حاولوا تعملوا لها الحدود بقلم عادي حتى ما تخرب معكم.
بعدين رسمت غيوم، وهاي المرة غيرت شوي بشكلهم. بعدين كتبت فوقيهم التواريخ بالبرش بن الأسود. رسمت نجوم حوالين الصفحة، وآخر خانة خليتها للتودو ليست. الأسبوع الخامس قسمت الصفحة من الوسط ورسمت الغيوم فوق الخط. بعديها كتبت الأيام فوق وتحت. ولونت الغيوم مثل ما لوناها قبل. بعديها رسمت النجوم في كل مكان في الصفحة. خلصنا رابع أسبوع، وهلأ رح ننتقل للأسبوع الأخير. هذا الأسبوع رح نعمل التقسيمة بالعرض. رسمت 3 غيوم وقوسين مطر. الأسبوع هذا فيه بس 4 أيام، فرح يكون 4 أيام وتودو ليست. لونت الغيوم بالأزرق، وفوقيهم كتبت الأيام بخط مشلبك. وآخر شي عملت خط بالمسطرة جنب كل يوم حتى أعرف من وين ببلش ووين بنتهي. وهذا هو تخطيطنا الكامل لشهر 9. بتمنى تكونوا استفدتوا، وطبعا زي دائما لا تنسوا تعملوا لايك وتحكوا لي رأيكم فيه بالتعليقات. ولو طبقتوا بوليت جيرنال هذا الشهر ابعتوا لي إياها على الانستغرام حتى أنشرها في الفيديو الجاي. لسه ما بعرف متى حأنزل الفيديو الجاي، بس على الأغلب راح يكون بعد 20/9. تقدروا تشغلوا جرس الإشعارات وراح يوصلكم نوتيفيكيشن متى بنزل. وبس بشوفكم في الفيديو الجاي. باي.